أصبح رئيس الجمهورية هو الذي يتصرف في المرفق القضائي عمل مجلس أعلى للقضاء لكن في النهاية المجلس ينفذ البوفوار والزاتريبوسيون الكل عنده لأنه هو يبدل هو يحفي إذا ما عجبتوش يبدل إذا ما عجبتوش ما يصححش ويرجع لهم ينجم يعفي قضاة بالتالي هو شنو اليوم اليوم باش يطلب منهم حركه استثنائيه الجمعه الجايه ولا اللي بعدها عنده بعض قضاه يحب يبدلهم لانه لقى مشكل أه؟ اي نسمع فيك. مشكل في قضيه نور الدين البحيري ما ملتقفو... القضاء مثلا أه. ما لقاش ملف قضائي يحب يلقى له ملف